شن الطيران الحربي التابع للجيش الليبي غارات جوية دقيقة على مواقع تابعة للقوات الموالية لحكومة الوفاق في ضواحي مدينة غريان، تسببت في تدمير مخازن الأسلحة والذخيرة. واستهدف القصف عددا من المساكن التابعة لقوات الوفاق التي يستغلونها في تخزين الأسلحة بمنطقة أبو غيلان، وكذلك تجمعات عسكرية بالقرب من منطقة القواسم، وهو ما أدى إلى انفجار كل الذخيرة الموجودة في هذه المواقع.